حمص حي الوار المحاصر 23/8/2014 آثار القصف العنيف ليلة أمس الأحياء المدنية التي تتعرض بشكل يومي على القصف والدمار كما تشاهدون هذه المنازل المدنيين التي تعرضت للقصف الصاروخي حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه المأساة التي تكرر بشكل يومي على القصف الدمار من شهداء وجرحى لتعرضها على الحي بسبب قصف الهمجة والوحشة التي يمارسه الحي. حمص حي الوعر المحاصر 23/8/2014